السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في ناس كتير طلبوا مني طريقة قفل حساب الفيسبوك عشان الطريقة القديمة مش شغالة، ودلوقتي هوريكم الطريقة الجديدة. ده دلوقتي صلوا على النبي. دلوقتي هنفتح الفيسبوك، هنروح لأول قائمة على الشمال، وبعدها هنخش على الإعدادات، وبعدها هننزل عند الجمهور وإمكانية الرؤية، وبعدها نضغط على قفل الملف الشخصي، وبعدها قفل ملفك الشخصي. بعدها يقول لك لقد قمت بقفل ملفك الشخصي. كده تم القفل. بس لازم تعمل شوية حاجات تانية عشان الأكونت يتقفل عند العامة، كده بيبقى لسه باين عند عامة بس مش كلهم. هنخش على الإعدادات تاني، هننزل عند الجمهور تاني وإمكانية الرؤية، هنضغط على طريقة العثور لشخص عليك. أول واحدة من الذي يمكنه رسالة دعوة الصداقة هنعملها العامة، وتاني واحدة هنعملها أنا فقط عرض المزيد انا فقط، والتالتة هنعملها برضو انا فقط. معلش تالتة. هنعملها انا فقط، والاخيرة هنعملها اللي كل دي هنعملها برضو انا فقط، والاخيرة هنعملها لا. هنرجع هنخش على المنشورات، واول واحدة هنعملها الأصدقاء، ما نعملهاش الأصدقاء بالاستثناء، نعملها الأصدقاء. نعمل حفظ، نرجع نخش على الملف الشخصي والإشارات. أول واحدة هنعملها أنا فقط، وتاني واحدة أنا فقط، نعمل عرض المزيد أنا فقط. الإشارات هنيجي على الأولى نعملها الأصدقاء زي ما هي، أنا عملها الأصدقاء قبل كده، واللي تحتها الأصدقاء برضو، ونيجي على اللي تحت نسيبهم زي ما هو. دلوقتي كده تم قفل الملف بنجاح. لو عايزين بقى تقوموا ترجعوا القفل تاني تفتحوه، تخشوا على الثلاث نقط الغاء القفل، ونعمل الغاء القفل دي اللي بالسودة دي، بعدين نعمل الغاء القفل لملفك الشخصي، وكده الاكونت اتفتح تاني عادي. عايزين برضو نرجعوا ثلاث نقط، نعمل القفل، نعمل قفل ملفك الشخصي تاني عادي، والجاري التحميل. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان القناة تزيد، وننزل لكم فيديوهات اكتر ونحل مشاكل الناس اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.